بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 24. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس في كتاب آداب المشي إلى الصلاة. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحته ونشكر له تفضله بشرح هذا الكتاب المفيد. أهلا ومرحبا للشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. وقف بنا الحديث عند حديث أبي أمامة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، رواه أحمد وغيره بإسناد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، أعمال التطوع، قال صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له. عليك بالصوم يعني صوم التطوع، فإنه لا مثل له، أي لا عديل له في الأعمال الصالحة، وذلك لأنه تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن محارم الله، الصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصائم يصبر على ألم الجوع والعطش طاعة لله عز وجل، ويصبر كذلك على ما يجده من ألم الجوع والعطش، ويصبر عن مألوفاته التي ألفها واعتادها. نعم. وقال الشيخ رحمه الله: قد يكون كل واحد أفضل في حال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة. وقد يترجح العمل الصالح إذا دعت الحاجة إليه أكثر من غيره، فالصدقة في وقت المجاعة لا شك أنها أفضل من أعمال التطوع، وكذلك الصوم أيضا فإنه لا مثل له في التطوع، لأنه تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة. نعم. ومثله قول أحمد: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. نعم، وهذا مرجح آخر للعمل. قال الإمام أحمد رحمه الله: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله، فإن كان الأفضل لقلبك الصدقة فتصدق، وإن كان الأفضل الصوم فصم، وإن كان الأفضل صلاة التطوع فصلي. نعم. ورجح أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة، فقال يتوجه منه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح، وأن مراد الأصحاب عمل الجوارح. نعم، عمل القلب بالخوف والخشية والصبر والتوكل على الله يكون أفضل من ناحية، وأعمال الجوارح تكون أفضل من ناحية أخرى بحسب نفعها وتعدي نفعها، لأن عمل القلب قاصر على صاحبه، وأما أعمال الجوارح من الصدقة والجهاد فهذه يتعدى نفعها إلى الآخرين، فهي بهذا الاعتبار أفضل من غيرها. نعم.
وآكدوا التطوع الكسوف. آكد التطوع صلاة الكسوف. بعض العلماء يرى وجوبها حينما يحصل الكسوف للشمس أو الكسوف للقمر، فيصلى صلاة الكسوف كما بادر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك في قوله إن الشمس والقمر آيتان خوفوا الله بهما عباده فإذا رأيتم منهما ذلك، يعني الكسوف أو الكسوف، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. نعم. ثم الوتر. فأكد التطوع الكسوف ثم الوتر، وهو ما يكون بعد صلاة العشاء، وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. بعد صلاة الكسوف من أنواع التطوع صلاة الوتر. نعم. ثم سنة الفجر. ثم بعد الوتر سنة الفجر، راتبة الفجر قبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع ركعتي الفجر لا سفرا ولا حضرا. نعم. ثم سنة المغرب. ثم سنة المغرب، وصلاة المغرب وتر النهار، فيصلي بعدها ركعتين الراتبة تطوعا. نعم. ثم بقية الرواتب. بقية الرواتب التي مع الفرائض، مع الظهر، مع المغرب، مع العشاء، مع الفجر. نعم. وأما العصر فلا راتبة لها، لا قبلها ولا بعدها. نعم. ووقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر كما ذكرنا. نعم. والأفضل آخر الليل لمن وثق بقيامه. والأفضل أن يوتر آخر الليل ليختم الليل بالوتر لمن وثق بقيامه، أما من لم يثق بقيامه فإنه يوتر أول الليل بعد صلاة العشاء، وإذا أراد الله وقام آخر الليل فإنه يصلي ما تيسر له ويكتفي بالوتر الذي صلاه بعد العشاء ولا يكرر الوتر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. نعم. وأقله ركعة واحدة وأكثره 11 ركعة. أقل الوتر ركعة واحدة، وأدنى الكمال 3 ركعات، ركعتان الشفع وركعة الوتر، هذا أدنى الكمال، وأعلاه 11 أو 13 كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر بهذا العدد، ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 أو 13. نعم. والأفضل أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بركعة. إن سرد ركعات الوتر بسلام واحد فلا بأس، وإن أفردها ركعتين ركعتين وأوتر بواحدة فهذا أفضل. نعم. وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. إن فعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فحسن، إنه كان يصلي 4 ويسلم ثم يصلي 4، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يسلم ثم يقوم ويصلي 1 وترا. نعم. وأدنى الكمال 3. أدنى الكمال في الوتر كما ذكرنا 3 ركعات. نعم. والأفضل بسلامين، ويجوز بسلام واحد، ويجوز كالمغرب. نعم. إذا أوتر بـ3 فالأفضل أن يسلم من الركعتين الأوليين وهما الشفع ثم يوتر بـ1، وإن سردهما بدون جلوس بينها اكتفى بالتشهد الأخير فلا بأس بذلك، إن سردها بجلوس واحد في آخرها فلا بأس بذلك، وإن جلس في الثانية ثم قام وأتى بـ3 بعدما يسلم فهذا أحسن. نعم. والسنن الراتبة 10.
السنن الرواتب بعد الفرائض 10، ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان قبل المغرب. نعم. وفعلها في البيت أفضل؟ فعل الرواتب في البيت أفضل. وإذا جاء إلى المسجد ينتظر الصلاة فإنه يصلي تحية المسجد ثم يجلس. نعم. وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر. هذا تفصيلها. الظهر لها راتبتان قبلها وبعدها، ركعتان ركعتان. والعصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، ركعتان قبل المغرب ركعتان بعد العشاء. نعم. الشيخ، ورد حديث من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. إيه نعم، الرواتب يعني ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، هذه 12 ركعة، وإن اقتصر على 10 فهذا لا بأس. نعم. ويخفف ركعتي الفجر؟ السنة أن يخفف ركعتي الفجر. تقول عائشة: لا أدري هل قرأ أم لم يقرأ من سرعته صلى الله عليه وسلم فيهما. نعم. ويقرأ فيهما بسورتي الكافرون والإخلاص. يقرأ في الفجر بركعتي الفجر، راتبة الفجر يعني، يقرأ في راتبة الفجر في الأولى قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية بسورة الإخلاص ويقول هو الله أحد. نعم. أو يقرأ في الأولى بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. أو يقرأ في الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى آخر الآية. هذه في توحيد الربوبية. فيقرأ في ركعتي الفجر بهاتين الآيتين، أو بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قل يا أيها الكافرون في توحيد العبادة، قل هو الله أحد في توحيد الربوبية والأسماء والصفات. نعم. نكتفي بهذا القدر من هذا الدرس، ونستكمل إن شاء الله ما تبقى من الحديث في هذا الموضوع في الدرس القادم بإذن الله. شكر الله لكم شيخ صالح الفوزان على تفضلكم بشرح هذا المتن من كتاب آداب المشي إلى الصلاة. شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة على تواصلكم مع سماحة الشيخ ومع شرح هذا الكتاب المفيد. يتجدد اللقاء مع الشكر للزملاء الذين قاموا بتسجيل هذه الحلقة من الإذاعة الخارجية من إذاعة القرآن الكريم، الزميل عبد الله المواش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.